ظنوا أن لعبتهم مقطوف على عناد، والعناد يعطيهم الخيط والمخيط. هذا
على وراه شيء. هات البتقية واسكن وراه. حمد سيف غانم اسعيد الشجاعة ما تورث، ما تورثها من أبوك ولا خوالك ولا أعمامك، تكسبها ابتسام وتعلمها علم نعمة وعطية من رب العالمين، وهذا اللي يتبع سلوك الأولين. خير شو سوي؟ أخوك ما بيبنجي لك شيء، بيشلنا الخبر واليابس، تونا دافين أبوي ما يسوي رمز. الحي أبقى من ميتكم، أو صوتك العرب بيسمعونك، بتقوم ولا أقوم؟ لا تخلي الحمى حقك بياكلون الريايل. أخبرك شيء يا جماعة الخير، الريال الطيب الكريم ابن الكريم أخوها منه في وين؟ يا جماعة الخير، أنا وأخوي متفاهمين. متفاهمين على شو؟ على الخير بإذن الله. وسناد يبقى نصيبه من هالخير. سناد أخوي يامر الأمر ويضرب طلب. سناد إذا أخوك ضربك اليوم بتاخذ حقك. قول اللي في خاطرك، أبو الناقة وارفعها. خذ بدل الناقة الناقتين اللي تركهم من رحمهم.
الحياه، اي شيء فيه ريحه الروح خذه. وبس السلاح بعد، السلاح السلاح مو بالورد بعد فيها ريحه الروح. قلنا لك مو بالورد. كيف مو بالورد والسلاح عدال الطويل؟ هاي الارض كلها الروح. سلاح شو تحت راسك انت؟ ابا اكون ورد طويل. اعطيتك كل شيء قدام الريايل، والطوي خلها عصفور. كل شيء اعطيتني اياه في كف، والطوي في كف. لا 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 حول ولا قوه الا بالله. لا اسمع يا اخوي سنان، كل حالتك من ما بتتم مثل ما كانت، بتزيد وما بتنقص، لك ولحلالك واللي يعز عليك. وطلب هالسالفه. مس عدل ولا ظهر. شفتوا سمعتوا؟ هذا اللي يوم ياخذ حقي. خط حدك وزول، وكلمتي ترى ما بتنيها. سلام الله عزاكم، عظم الله اجركم. ونحب نترخص لكن طالبينها من طلبه يعني. وانت ريال شهم وكريم ووفي، من عرفناك ما عليك تسلم. تفاهم يا اخوك بالطيب ان شاء الله. بالكم طيب. عناد ليه متى وانت تعطي الزود؟ قول السالفة حق اخوك سناد يفك عمرك من نشبته. اخاف الناس يتحسبون اني ما ادري، وانا ما رضاها على نفسي. وانا اكذب فان الله ربي يقول اني لعنت الكون. أشهد أنك كذيب. ربيعك وقت الشدايد يبين، وأنا ربيعك من زمان، لكنك قصر في حقك. في شو؟ في الطول. كانت حقك ومصيبك ومصير حيدك تصدر وتورد. وين الحين يا صدر وورد؟ أنا أكبر عنك بعشر سنين.